لسه جولتنا مستمرة، وخلينا نعرف حضراتكم برضو على أبطالنا الآخرين. يا صباح الهنا. صباح الفل. يعني أنا لسه سامعة طبعا عن موضوع مدير فني أجنبي وخبرات أجنبية جديدة دلوقتي بتيجي، ويمكن يبقى ليها فارق كبير أو تعمل فارق كبير على الأرض. بتشوف مدى يعني أهمية ده كان إيه، أو على الأرض دلوقتي عامل فرق ولا لأ؟ في البداية طبعا برحب بحضراتكم. بفضل الله اللجنة البارالمبية والرئاسة والوزارة مش مخلينا الحمد لله محتاجين حاجة. اللجنة دعمتنا بمستر أندرو المدير الفني، هو جاي ينقل لنا فكر جديد، جاي يشتغل معانا بطرق مختلفة. احنا عندنا مدربين مصريين على أعلى مستوى، فالراجل جاي يضيف لينا بعض الأشياء، أو هو شغال معانا كويس جدا يعني. شكرا جدا يا كابتن، كل التوفيق لكل ان شاء الله المنتخب وكل البعثة. شكرا ليك.